بيان صحفي حول فقدان أو سرقة أموال الضرائب تتجاوز 800 مليون دولار. تؤكد الإجابات الواردة إلينا من وزارة المالية وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تزيد على 800 مليون دولار. ومن هنا نؤكد أنه لا يمكن لأي سلطة أو جهة التغطية على هذه السرقة أو نفيها لصالح سراق المال العام. لقد بيّنت الوزارة في إجابتها لنا بأنها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الإداري بالموضوع، وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة للضرائب كان خلال فترة إدارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة. وأكدت الوزارة أنها بانتظار التحقيق القضائي، إذ أن القضية معروضة أمام القضاء الذي له ولاية عامة في حماية المال العام. لذا ندعو الجهات الحكومية والرقابية إلى منع سفر بحق المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الإداري والقضائي. كما نطالب هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء التحقيق وبأقصى سرعة وإحالة الملفات إلى قاضي النزاهة. وبدورنا كلجنة نزاهة نيابية سنتابع الموضوع ولحين حسم القضية.